يعطيكم العافية رابع، إن شاء الله يا مس تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم يا مس رح نقرأ المختارات من لغتنا الجميلة، مختارات من لغتنا الجميلة بعنوان قسمة ظالمة. يلا نتبع القراءة عشان نشرحها. اختطفت قطتان قطعة من الجبن وتنازعتا عليها، فقالتا ماذا نفعل؟ فاحتكمتا إلى قرد كان مجاورا لهما، فقسم القرد القطعة قسمين غير متساويتين متساويين، وضع قسما في كفة الميزان وقسما في الكفة الثانية، فرجح قسم على قسم على قسم، فقطع القرد قطعة من القسم الثقيل وابتلعها، فرجح القسم الآخر وظل يقطع قطعة بعد قطعة من هذا الجزء ومن ذاك، حتى بقي أخيرا قطعتان صغيرتان متساويتان في الوزن، فقال سآخذهما جزاء تعبي في هذه القسمة، وابتلعهما. نظرت القطتان إحداهما إلى الأخرى وقالتان ساخرتين ما أعدل هذه القسمة. القصة بتحكي لنا عن قطتان كانتا معاهم إيش؟ أخذوا قطعة من الجبن، تنازعتا عليها أي إيش؟ اختلفتا عليها. شو حكوا؟ ماذا نفعل؟ إنه شو بدنا نساوي؟ احتكمتا إلى قرد كان مجاورا لهما. احتكمتا أي إنهم كأنه قاضي، زي القاضي بيحتكموا عنده، إنه طلبوا منه حكمه، طلبوا الحكم منه. فقسم القرد القطعة قسمين غير متساويين، مسك القطعة وقسمها، بس مثلا هي القطعة ماشي، قطعها قسمين غير متساويين، يعني واحدة أكبر من واحدة، ووضع قسما في كفة ميزان وقسما في الكفة الثانية، وجاب ميزان وحط عليه إيش؟ قطعة الجبن، حط كل واحدة بكفة، تمام يا ميس؟ فرجح قسم على قسم، يعني ارتفع قسم أكتر من القسم الثاني، فقام بقطع قطعة من القسم الكبير وأكلها. بعد هيك رجع هاد صار أكتر من هاد، قطع منها قطعة وأكلها، تمام يا مس؟ وضل يقطع من هاي وهاي حتى ضل قطعتين صغار قد بعض، فشو ما أعطاهم إياها، حكالهم قطعتين الجبن هاي رح أخدهم هدول جزاء تعبي، أخدهم جزاء تعبه. فاطلعوا على بعض القطتين، قالا ساخرتين أي إيش؟ مستهزئات، ما أعدل هذه القسمة، بتمسخروا إنه يا الله العز قسمة شو إنها عادلة، تمام يا مس؟ اتدربوا على قراءة الدرس، خدوا وأعطوا بالقراءة، مش بس تقرؤوها، حاولوا إنكم تقرؤوها بقراءة معبرة، يعني تبينوا فيهم في استفهام، عند علامات الترقيم بتوقفوا مثلا، مكان ما في تعجب تقرؤوا، تقرؤوا بأسلوب وهنهم ما أعدل هذه القسمة، إنه أسلوب تعجب، تمام يا مس؟ بشوفكم على خير يوم الأحد، بتمنى لكم عطلة حلوة ويعطيكم ألف عافية.